نورتينا يا مدام رؤية. بقولك ايه؟ ايوه، هو مش ده بيت زينة الوكيل؟ اول مرة حصلت لي المشكلة في معدتي كنت صغيرة قوي، لدرجة ان انا كنت فاكرة ان بطني بتوجعني، بس ده كان ايام ما مامي ماتت الله يرحمها، مش فاهمة ده ايه ولا عمري ما ربطت، بالذات ان ربنا عوضني باللي بقت بالنسبة لي الأم التانية، أو كان مضحوك عليا وكنت فاكرة كده لمدة كبيرة. لغاية ما بانت على حقيقتها وتحولت لأكتر واحدة أذتني في حياتي، ممكن تبقى هي السبب في اللي انا وصلت له واللي خلاني اجي هنا، مع اني بكرهها جدا لقيت نفسي بسمع كلامها وباجي، صدقت ان هي خايفه عليا، مع انها خاينه وكذابه. متاكده انك بتكرهيها يا تمارا؟ جدا بكرهها جدا.